كانت فلوس بالدجن قرية مهمشة عشان المرأة من الصبح لآخر النهار في الزراعة مع جوزها، فيش أي وقت للترفيه ولا أي شيء. إيمانة بصرور، قرية فروش بيت دجن، عضوة مجلس في قرية فروش بيت دجن. كنت نازلة من الصبح من بيتي الساعة الصبح الساعة 7 صباحا، منزل على دوامي في جفتلك. طرق الزراعينا صعبة جدا في القرية الداخلية، مش معبدة ولا حتى كلها جوار ومي وهيك، ممنوع أن نزفت، ممنوع أنه نبني. وأنا في نص الطريق لسه ما وصلت الشارع الرئيسي، في برك مي في الشوارع عشان صعبة مش منيحة بالمرة. زحلقت وانكسرت رجلي 3 كسور. أنا وقعت في منطقة فيش حدا يعني ينقذني ساعتها، طول يعني التلفون اتصلت على أهلي وأجوا أخذوني. يعني ما في طبعاً عيادة في البلد نفسها، اضطروا ياخذوني لسه على نابس 45 كيلو توصلت المدينة. وعلمك أنا بعاني وشو حالة الواحد الصحية مع السيارة والمشوار هذا. جزء الكسر الثالث صار من الحركة وهيك، المكسور مش لازم يتحرك. اضطريت يعني جاب صنوها وحطوا لي بلاتين، وعطلت 3 شهور أنا مجبصنة. طبعا هيك أثر على عملي وعلى حالتي النفسية طبعاً.